يا ريحة الثوم فيها. لا 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 فكني منها. ظن الخية زين. لا لا أخي. ظن الخية. لا تلتها. سبحان الله. أكلت تملوخ وجهك. ما شاء الله تملوخ الدنيا كلها ما بس وجهك. نور أبو سحاب. نور نورك. نور بعد ثاني. ولا ما تقول نور نورك حق. ما يقول هو كذا يحب. لأن نور نوري أنا. صحيح. حقك. حقك أبو فهد. لازم اللي يا اللي رقد نبي نسوي نظام اللي رقد احمد يقوم زايد ولا قام زايد رقد احمد عشان نقدر نرتاح زمان تناوي هلا يا هلا يا بس تعال اقعد اقعد لا تشتهي لو زايد اذا طالب سمعنا يا بس ايه بناقل بس اهزي المصاب روح هلا يا هلا يا عنا يا ربي فوز الهلال يا رب العالمين امين يا رب العالمين استغفر من البارح افكر امس والبارح وانا افكر تكفى تحرص على روحك علشان كويس قول ان شاء الله يفوز يا رب يا رب هذه قصيده تعرفونها؟ لا يقول من امس والله يبغى غريب عليه ذا يوصل النهاية حق كأس العالم. لا مش البارح وأنا أفكر تكفى تحرك. مرة وصل مرتين. لا النهاية كنت على النهاية. هو تأهل لعب البطولة مرتين. أحد اللون أحد لعبها. هذا الثالث. شوف. الهلال. النصر كم تأهل؟ النصر واجد. النصر كأس العالم مرة واحدة. تقصد كأس الأندية كأس العالم وش تقصد؟ أيوه مرة واحدة. كأس العالم مرة واحدة معروفة. ايش دراك انت احمد؟ معروف يعني النصر من عارف. في شيء النصر ولا عارفه؟ الشباب تحداك كمان. علم عبد الله الشباب. الشباب تحداك. كمان ما يعرف. الشباب وصل اسيا. اكيد وصلها كذا مرة الشباب هذا. يلا قلنا كم وصل مرة؟ والله نحن ما ادري انا. فهد ارجع بلكات علم انت علم انا تجيب معلومات علم لا فهم ما استنى الكوره هذه ما تشجع الهلال بس ولا علم انت تضامن بس تضامن تشجع الهلال مع بالتضامن طبعا انت علم الشباب انا انسان اول شجعت الاتحاد ويوم ابو شروان احمد حديد ايام الفتيته صح بركات ايام الفتيته صح ايام الدعية اي الحين لا خلاص انتمائي للهلال و طول زايد سامر صباح الخير هذا زايد الحب زايد سامر اللي توه يقسم المساكن نعم وادو برجنا فيك ترى انا سامحني انا سامحني نعم زايد يمكن يعرف كم مره تاهل الشباب تحدى في زايد شباب كاس العالم تحدى نادي الشباب اي ولا مره والاهلي ولا مره ولا مره الاهلي ها احنا فهد ما ادري ما يعلم ما ادري وين راح حاط اللي ما ادري وين راح حاط انا ولا انت والهلال لا تغمز والهلال كم مرة علمه زايد بس عشان يتثبت ثلاث مرات وين اني عارف مغاربك تهرجي عشان يعرف وين يتعلم فين هذا العبد علم فهد انا عارف بس ما ودي اني فهد ما يحب يسمع ما ودي اجرح معلومات استاذ احمد لازم تكون صاحب بس انا ما ابغى اكون معك صح لازم اخرج حتى المعلومة خطا عشان بعد فهد تو قلت ودك اني اقول رقدت انت لازم زايد يصحى ومن احنا نصحى مع بعض ما يصلح زايد قوتين ضاربة نعم كلام ابو سحاب دائما في عين الصواب كلام ابو سحاب ينطق بالحق ولد صابر يحطك ملوخية احسن عبد الله تملوخية احمد تملوخية شو بريحتها بعد عطر ملوخية من اللي تاكل منه في ثوب ما تعرف شو فواصل مستحيل جمل 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 كرز 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 الله يصلحك انت شعرك شباب بينهم كل شباب انتداب عندهم
عنده رياضة شو يلعبون كايرو رياضة يلعبون كايرو تقدر من الرياضة أريهم تحرك إيش أصابع فين الأصابع رياضة تحرك لسانك بعد رياضة من حال تعذب على هذا المجلس عندنا هذه نعمة نعمة ما تنعذب أصلا نعمة وحذفت حطات من الحين ما فيك شيء بها كلها بها كل حمد ربك النعمة أخوك بدينا ترى مقاش اليوم لك بفرع عليك والله ما تدري يمكن تنام إلا لو هذين تصحى والله لا هلا بكل شيء فيكم ارجو ارجو اضحك انبسط الحمد لله الله امكان بشوف لكم القهوة الشاي ولا ابو سحاب بشوف القهوة الشاي وجيكم كفو ترى بقرب غير تاكل بيض الله وجهك ابو سحاب كل ما بك تنبين انت ما بك تنبين كل على الغداء كل وانت ساكت ولا لا فهد خلاص ستوب رايت نو سبيك ليز يا ربي يا لي حلو النوم حلوه 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 لا بالذات اذا الجو برد كذا يا الله طفي الانبه تقوم نعطيها اكل شاهين انا اعطر تلعب بس كلاش تكجوا شوي بدرا يا الله الديوانيه سبيت شغال الباب تلفزيون شغال بسيط كان بعيد والجو بارد يلف نفس قلنا يلف سي مطر برا يا الله ما دخل لا المطر ترقد لا ترقد بالله مطر تك الجوال يا طب خلاص برد الحال برد برد برد, برد حلقه مسلسل تحبه يلا لا والله عادي تتابع تفرج على مقاطع احمد العوض احمد العوض يحلو يحلو ظهر وقت شمس 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 كل ما يبقى كذا تشوف تبغى تمسك اكثر احمد العوض تبغى تجيب ذات عندك خلاص احمد العوض ينشاف بين التلال والجبال شغل احمد العوض ويسولف تطفي جو طع ما ادري شوف 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 عدو لكن اجواك قبل شوي لا تصح سيد سابر اعوذ بالله هذاك اللي بس ينشد انت عرفته والله بس يقول طق طق هذاك هو بالله لا لا هذا لا ضحكنا هذا ما راح يرقد يشوف يمكن يشوف ايش معه طق 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 مروق شفت امدحك شفت حتى انا من اللي في الظهر بس لو يجيبون زايد صابر ما ايدهم صراحه ليه ما ايد الحين ينخبلون يقول هذا وش فيه صوت يقول لا بس صوته حلو ما نختف هذا ما يمدي نجح هذا انا لو نجحت رحت فيها اسلوب لطيف لا 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 اعوذ بالله هذه محلها لطافه محلها لطافه ليه كذا يا ولد ما الله قبول ما فيه ابدا ابدا يعني لو شاهدوه راحوا فيها لو شاهدوه لو شاهد ام احمد العوض يا الله ويكون بجنبه فهد فارع عشان
تصف معي تكون بجنبه فهد فارع ايش يبغى ايش لذمتك مالك منها وبيكون يسولف مع فهد فارع يشوفوا ان انا فهد فارع لا اله الا الله اذا تجيه اطلق نومه يا ولد ذني بنام ثلاث ساعات ينام 7-18 ساعة انزلها عزلها ما بيرقد بس قاعد يسولف في الجوال ما بيرقد بس ساعتين مقطع ما الا ما بيرقد ليش من حل الكلام اللي نفسي انا نفسي في وقت اطلع احمد وتنزل سنابات كم بتنزل سنابات ما نزل بعد لو في لو عندك اعلان اعلان على حسب الدفع على حسب الفلوس دش مشارب على حسب يتفق مع سمي بسناب يبقى. طيب دش مشارب والله لا يباها من الساعة 1 الصباح لين الساعة 1 بالليل تقدر انت تقدر مش واحدة ساعة كلها اعلان والله لو يباها انا اقول بسم الله احنا لازم نحترم الناس اللي معانا ايه نخرجها على الناس اللي معانا لو يعطيني اللي يعطيني اقول لا هذا لا يصلح لان انا لن اسوي كذا انا لن اسوي كذا حراحة قومي طيب اسمع لكن ما تعد دقيقة احنا شوف احنا نطمح تبي الصدق يعني بعد برنامج السفريات زي رجال كان يسافر بالسفرية بعطيك مقارنة وش حلو جاك راعي شركة حليب حلو حليب الجودة عنده وسط اه. حلو قال بعطيك 100,000 السنة اللي طيب حلو 100,000 تسوي معي عقد مدة شهر كل اعلان 100,000 حلو الشهر يعني اربع اعلانات يعني 400,000 400,000 حلو العقد هذا الشهر هذا ما تقدر انك تعلن اي شركه حليب غير الشركه هذه ايه حلو اه. جاك واحد ثاني شركه حليب جوده عالي ورجال شغال على نفسه رجال مجتهد وترزق الله ترزق الله قال لي اي بس بسرعه قال لي احمد عوض ابغى عقد بيني وبينك مده شهر شهرين شهر بكم هذا 30,000 الحمد لله ها الحمد لله ما بعرف شو تسوي؟ كنت خبل اه حق الفلوس تطير بيوم وليله صح ولا لا ابو فهد يمكن انا بسفريه رايك انا عشان اعطيك رايي ما سفريه انا صدق والله العظيم والله اني ما اخذ الا بوجوده هذا بوجوده لو انه يقول بلاش بوجود ابو 30,000 ابو 30,000 الناس اللي وراي تشرب راعينا وتشرب عيالها ما يشربون يشرعون بالدنيا كلها تبيني اضرهم ما هو انا اللي اضره ما ذاك ما في مضره بس جودته ما لا هذا في مضره يمكن الورع ما يفطم يمكن الورع ما يصير مخه نظيف كيف يفطم يا اخي الحين في اكثر من شركه احنا نعرفها في بالك عن شركه هي نمبر 1 لا اذا الجوده ضعيف هذا مهم ما تعتبر ما فيها ما يطلعونها لا في شركه كطعم جودتها ما بزي جوده الثانيه الناس وش تختار المتابعين كاحمد قص كذا اختارهم شيء زين اكيد حتى احمد كيف حالك يا خالد والله العظيم والله العظيم ما تاخذ من لا حق ولا باطل صل على النبي انا معلمك هذا صار زي ذاك لا نفسه اسمع انت صرت زي هذلو اسمع انا حاط فلتر شوف اسمع مني او يقصد جوده ضعيفه جوده ضعيفه يعني احنا خلصنا من الموضوع صار لا زايد احنا خلصنا من الموضوع انك تبي تجيب 30,000 وانك كفو لمتابعينك وهذا من طيب راسك حبيبي بس الموضوع طلع عمرك ابو انا راح اغسل الشيء ما انت ابو فارق صدق بكل امانه انا ماني مع الحليب مره ليش؟ انا ضد الحليب فهد شكك من الناس اللي كنت بس تشرب بلا فهد وانت صغير بس تشربه طويل الاجل والله اني كنا نشوفه تطبخ عليك يا زايد اسمع حاولنا الحين ما نتناقل طيب لو جاك طيب ليه؟ ايه؟ ما في احد بيفرق اي والله ما في نحيل طيب يا زايد سابق لو جاك واحد قال تختارني انا ولا تختار احمد العوض اختار لا دقيقه الدنيا شوف يقولك الدنيا تبي توقف خلاص يا زايد الدنيا تبي توقف كلني بيموت بس بيبقى معك واحد مثلا يا ولد من تختار يا ولد خيرك بين واحد مدري من ماني قال اسم لا علمني ماني قال اسم ايش دراني عنه والله احمد العوض خلاص بس انه يبقى معك بالدنيا هذه كلها اللي ما ادري ايش اسمه ليه الله يوفق عدوك ليه براحة ما يعرف أسرارك ولا يعرف أمورك يا خبل يجيك ولا تدري هو طيب وما هو طيب ملك ما هو طيب غدر فيك بس أنت وياه بالدنيا مصيبة اللي يعرف أسرارك هام راضي يعاونك يا مرضو يعاونه يمكن غدر فيك تدق ما غدر ما في الآن وياه طفش بيصير معي كذو بيصير معك كذو يعني هذه وجهة نظرك إيه أشوف تجيب من تسمعك فهد لو معك في الدنيا دي إلا أنت واحد حلو تختار واحد دور تختار أحمد دور الواحد ذا كيف طيب اختار انا اخترت الواحد ذا انا ما ادري كيف انا اختار واحد
قال لي يمكن يصير معك ردي، قلت لي طفش الحياة يا أخي وين فاضي يصير معي طيب. أشوف أحمد عوض أرفع ضغط. عطني عطني، هو ما قال فصل لأحمد عوض، لا تفضح بأحمد عوض، قالت من تفتح فأنا أقول لك إن هذاك طيب إن شاء الله. لا يمكن هو ردي، يمكن انه رجال ردي يا اخي ردي، بس ما ارفع الضغط انا ما منه شيء. انا ولد ابوي ولده اخذ اللي ارفع الضغط ولا اخذ الردي. كيف الردي ما يعاون؟ كل عينك تعاون، ما به يعاونني ما هو منه شيء. حتى لو انه ردي بيطفش حياه، ما في الا صح بيصير تكفو بيصير طيب. انا ردي ماني مادي يدي على ولا شيء. ايوه لكن ما يجادلني ارفع ضغطي، نقفل الموضوع يفك مره ثانيه. يعني تاخذ الثاني ها؟ انت شكك حرامي مواضيع، شكل معك مفتاح يفك اي موضوع. تاخذ الثاني اي موضوع نقفله تفكه. تاخذ الثاني يعني؟ ها تاخذ الثاني. والله ابو عوض ما اقدر اخذ الثاني وانت طيب. لكن هذه حال الدنيا، اصبر ما زاد الشره. يلا هذا حال الدنيا. والله ابن عوض انا الستين اذا الستين يوم صبر عليك. انا لو جاني السؤال هذا ما هو بس انتم بالدنيا يعني، يعني ما قال بس هالثلاثه بالدنيا انت اختار. لا لا انا لو العالم كلها معي ها ويقولون بنت اختار ما اختارك انت. ليه؟ كيف بدي اختار واحد صيني ولا اختار؟ من حقه من حقه، حتى صيني لا يفهم لغتي ولا يفهم مقطع ولا يعرف وجهه ولا يعرف وجهه. صيني بقعد معك كاب خلا بنج خلا شنق بنج لين نرقد بس ما بي. من حقك من حقك نعلمك. اقول لك الدنيا ما فيها غير احمد عوض، تبون تختارون هذا اللي يسمع اخذ عدوكم. العظيم الريق والله معك. انا الحين انا الحين ما هو بالدنيا، ما هو الدنيا اذا ما فيها الحين انا ما بيكم. قوم انت يا الله العظيم. أنا الحين لو قلت أحمد عوض إحنا باقي لنا 29 يوم، تبى تشوف نفسك علي؟ إيه إيه صدق. إيه أنا بشوف نفسي عليك بدون أوريك. تبى تشوف نفسك؟ أدور الصين. وين الصين؟ تشوف نفسك علي. أبو الليل أنا بختار. روح المطار أدور لك صين. أبو الليل طلع بالبث. أبو الليل. رد أنا. أنا أقول لك حلال الله يذكره بالخير وبس أقول له أغرب. شابك السماعات وطربان، الحين نحس إنه مركب وش تربيز. فهمتني؟ نقول في بث. في بث. ممنوع ان انا هو اللي يقدم قهوشه. يا ولد صارت طلبه صارت هاوش. وهو ابو عيسى الله يسلمك. يا ولد خل على ربك من يطلع فوق المهم. والله يا ابو عيسى استلم. اسمع ويفض معناها. اسمع بابا يشغل الشاشات ويفض معناها بابا بالكاميرا من هناك ويروح يحط رجله بابا يروح هناك ونروح كذا ويروح معنا ويجينا ابو الليل ماسك معاه كل يوم هو يحس يربي. اسمع ابو الليل الوكاد ويطلع ويطلع والله صارت طلع بالبيت زي كذا تخيل زي كذا اللي خربها من ما خربها ساعة. باك تاكل انت؟ هوش من؟ بعيسى؟ لا لا ما صرت هوش، لا بعيسى بعيسى بكب عيسى ما هوش احد. ها؟ لا بس يا قلبي. عيسى بس كذا خل اخذ خل اخذ هذا القطاوة. محتوى الرجال. هذا 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 اجل هذا هذا سكت. تختار ما تختار اختار الثاني يا ولد فارع اوريك. اوريك. ازيك يا عمي. احنا لو اخترناك ما مدينا شفنا هذا وضحكنا. ما بدينا نضحكنا لو اخترناك ما بدينا نضحكنا. علق الضحك انا اوريك انا من اليوم ابيعك خلاص من هذا البرلمان ادري شو اسمه انت عتقبعت هذا برلمان خارجك. كفو ابو سحاب علي حرامك راعي الاول يا ابو سحاب. القم يا شيخ او كنت قل لي من ما يفتخر فيك. القم القم تحرم ها